السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه مدة ما ظهرتش معاكم؟ علشان كنت بخلص في كتابين في سلسلة قصص الأنبياء. أنا بعمل سلسلة. أول كتاب كان صدر لي اللي هو سيدنا نوح، اللي هو نوح عليه السلام وكذوبة العم سام، اللي هو ده نوح عليه السلام وكذوبة العم سام. فأنا بخلص في كتابين وإن شاء الله ربنا يسهل. طبعا مش هيلحقوا المعرض ده، لكن هيطلعوا في أول السنة الجديدة، في أول شهرين في السنة الجديدة. الكتاب الأولاني عن سيدنا عمران، اللي هو آل عمران، عن آل عمران. سيدنا عمران ده بيشمل سيدنا عمران، سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، وسيدنا عيسى لغاية مرحلة الفطام، يعني عيسى الحمل وكده لغاية والولادة لغاية الفطام. بعد الفطام هناخده في كتاب تاني. وطبعا معهم سيدنا عمران ومراته اللي هي في القرآن الكريم، وإذ قالت امرأة عمران، اللي هي الآية 35 في سورة آل عمران. وإذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع الدعاء، اللي هو في سورة آل عمران في الصفحة تقريبا 51 تقريبا أو 56 51 54، اللي هو إذ قالت امرأة عمران ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت سميع الدعاء. وطبعا بناتها الاثنين اللي هي أشياع اللي هي مرات زكريا، ومريم اللي هي بتعتبر أم عيسى عليه السلام. طبعا هي أمه بالمكان، أمه بالمكان. الكتاب الثاني اللي خلصته برضو هو عن سيدنا لوط وسيدنا يونس، ومعاهم مجموعة أقوام كانوا اتذكروا في سورة صاد وفي سورة قاف، اللي هي أقوام بدون إيه، بدون يعني رسلهم، اللي هم أهل الرس وقوم تبع، وكمان فرعون ذو الأوتاد، أو فرعون يعني في قاف فرعون ذو الأوتاد، وفي صاد فرعون تقريبا، يا دي فرعون، يعني اتنين عكس بعض ممكن. فالتلاتة دول وبالإضافة للوط ويونس. وطبعا شغال في كتاب عن سيدنا هود وسيدنا صالح، سيدنا هود وسيدنا صالح، وده كتاب لسه بكتب فيه، لسه ما خلصتوش. لكن صراحة لقيت حاجات كتيرة عند المفسرين بعيدة عن القرآن. وطبعا كنت أنا برضو بجمع عن سيدنا يوسف، قصة سيدنا يوسف، ولفت نظري اللي هو الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة، اللي هي الآية رقم 23 في يوسف. الآية رقم 23 في يوسف بتقول إيه؟ 23 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. دي الآية 23. الآية 24 واللي دي فيها تفسيرات جامة، والتفسيرات كلها للأسف بعيدة عن واقع القرآن الكريم. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ففي سورة يوسف طبعا موضوع المراودة والكلام ده،
فهنلاقي في بعض التفسير. ففي تفسير ابن عطية قال لك البرهان الذي رأى يوسف، وقيل نودي أي ناداه يا جبريل، اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام ناداه يا يوسف تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. وقيل البرهان كتاب رآه مكتوبا في جدار المجلس، اللي هو الغرفة اللي فيها امرأة العزيز معه. وقيل برضو إن إيه رأى حاجة مكتوبة بين عيني زليخة اللي هي امرأة إيه امرأة العزيز. وقيل كف من الأرض خرجت، كف يعني إدريا إيد كده، كف خرجت من الأرض من دون جسد واختلفت في المكتوب. فقيل وقيل إن جبريل ركضته برجاء، إن يعني جبريل ركضه برجله فخرجت شهوته على أنامله. وحاجات كتيرة اتقالت ده في ال في ال في اسمه ايه ده في ال في تفسير في التفاسير كتيرة يعني. وحتى في بعض التفاسير الحديثة كمان إن سيدنا جبريل نادى طبعا سيدنا يوسف، قلنا الكلام ده. وطبعا حتى في تفسير ابن كثير، في تفسير القرطبي، كلهم بيقولوا نفس الكلام اللي هو إيه اللي بيتقال عند ابن عطية. أنا وأنا بكتب في قصة سيدنا يوسف طبعا لسه ما خلصهاش، لأن أنا شغال في كذا كتاب مع بعض. والسبب إن لما بلاقي نفسي خلاص هنا وقفت عند حاجة معينة فبشغل نفسي بالكتاب التاني وهكذا، لأن أنا إن شاء الله عاوز أخلص اللي هما 26 رسول اللي اتذكروا في القرآن. الـ26 رسول اللي ذكروا في القرآن، هو كل واحد يقول لي 25، لا ما أنا ضفت مع الـ25 سيدنا عمران، لأن سيدنا عمران رسول، ده في صورة باسمه آل عمران، وهو تم اصطفاؤه مع نوح وآدم وإبراهيم في الآية 33 في آل عمران. المهم إن الفكرة لما تيجي تشوف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب دي 23، وهمت ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. وبرهان ربي حاجات كتيرة قالوها المفسرون، وطبعا كل اللي اتقال غير صحيح. ليه؟ لأن احنا عاوزين، ولو ان الموضوع ده مش هياخد له حلقة واحدة، هياخد له أكتر من حلقة، لأن الموضوع لازم نبدأه من أول الصورة اللي هو صورة يوسف. فصورة يوسف هنلاقي في الآية رقم 3 نحن نقص عليك أحسن القصص، ده الكلام ده لسيدنا محمد، بما أوحينا إليك هذا القرآن. يعني قصة جاية له دي عن طريق مين؟ عن طريق سيدنا جبريل اللي هو بيجيبله أو بيتلو عليه آيات القرآن الكريم. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني قبل ما يجي لك سيدنا جبريل أو قبل ما ينزل عليك الكتاب كنت من الغافلين، يعني ده معناه إنك أنت لسه ما كنتش دخلت إيه الطريق اللي هو الصحيح أو السليم، اللي هو طريق الحق، اللي هو تكون بتعبد ربنا صح. أنت قاعد تدور تعبد مين ومش عارف تعبد مين، زي سيدنا إبراهيم قاعد يعبد القمر وبعدين لا بيختفي، وش بعدين الشمس وبيختفي النجوم وبتختفي، وقعد يفكر فيه يفكر يفكر لغاية ما جات له الرسالة، وهكذا كل الرسل زي كده. فإحنا دي قصة سيدنا يوسف هي قصة متكاملة، وهي بتبدأ القصة من فكرتين، الحلم اللي شافه يوسف في الأول والحلم اللي شافه فرعون في الآخر. وفي ملاحظة هنا مهمة، إن سبحان الله كل الرسل جم لكل أقوامهم، يعني هم بكونوا من نفس القوم، يعني وقد أرسلنا نوح إلى قومه وهود إلى قومه وصالح إلى قومه، أو يعني ما فيش رسول إلا إيه إلى قومه. حتى أقوام بني إسرائيل
قالهم يوسف، قالهم عيسى، وقالوا موسى، وقالهم عيسى، وقالهم داود، وقالهم يعني كل أنبياء بني إسرائيل. فكل رسول بيقلقهم، حتى يونس للقرية بتاعته اللي هي في شمال العراق، حتى نوح برضه في العراق يعني. فكل واحد جه لقومه، ما عدا القوم اللي ما جالهمش حد منهم، اللي هم الفراعنة. الفراعنة اللي هم يقطنوا مصر ويسكنوا منطقة مصر، واسمهم الفراعنة في التاريخ، ودايما الحاكم بنسميه فرعون بالنسبة لمصر، زي ما في اليمن بنسميه تبع، أو بنسميه يعني لهم أسماء كده برضو للحاج، زي مثلا بتوع إيران كسرى أو الفرس، زي. فكل واحد له إيه، له اسم، بغض النظر لو اتغير الشخص، لو اتغير الشخص فهو الحاكم له لقب، مش على اسمه، لكن عشان موقعه في هذه المنطقة، لأنه بيحكم هذه المنطقة. فمصر بالذات ما فيش رسول جه من المصريين، لكن الرسل كلهم جم من بره. دي نمرة واحد. فجه عندنا اتنين، جه عندنا يوسف وجه عندنا موسى، والاتنين جم من بره. فيوسف جاي من بني إسرائيل، وموسى برضو من بني إسرائيل، وجه لمين؟ لفرعون مصر. نمرة اتنين، لما بيجي الحاكم الرسول بيجي لعامة الشعب للقوم، يلاقيهم ويتكلم معاهم ويهديهم، ويحاول ان ايه يخليهم ايه يؤمنوا بربنا، ويؤمنوا بالتوحيد، ويؤمنوا برسالته. كل هذا الكلام في كل الدول ما عدا، او في كل البقاع ما عدا مصر. مصر الرسول لازم يجي عند فرعون. حكمة ايه الحكمة في ايه دي، او الحكمة ليه، الله اعلم، لكن لازم يجي عند فرعون. يعني موسى لازم يجي الفرعون الأول، طيب، وسيدنا يوسف لازم يجي الفرعون الأول. لأن لو فرعون آمن بحاجة، أو فرعون آمن بحاجة، هتلاقي كل الشعب أو كل المناطق اللي تابعة ليه هتؤمن معاه. ولذلك كان الخطاب للرئيس الكبيرة في البلد. لكن في الدول التانية، او في مع الرسل التانيين كلهم، كان الحاكم ما بيجيش للملك، لا، بيجي للشعب. سيدنا عيسى نفس النظام، سيدنا داود، سيدنا يونس، سيدنا ابراهيم، كله نفس، سيدنا لوط. فدي الفكرة، يعني ما بيجيش للحاكم الكبير في الموضوع ده الا في مصر. ومصر الوحيدة الرسول ما بيكونش من جنسيتها، بيكون جنسية تانية، اللي هو عندنا يوسف، عندنا موسى، الاثنين من بني إسرائيل. دي واحد. نمرة اتنين اللي احنا عايزين نقولها بالنسبة للرسل اللي جاية مصر، طالما ان الرسالة لازم توصل للحاكم، يبقى لازم العملية ازاي الرسول يوصل للحاكم، ازاي يدخل بيت الحاكم. فعندنا مثالين. موسى دخل بيت الحاكم وهو رضيع، موسى دخل بيت فرعون مصر وهو رضيع، عشان يكبر في وسطيهم، فبعد كده هو كده وصل للحاكم أو لفرعون. لكن يوسف دخل لفرعون مصر وهو كبير، هو عدى 40 سنة، هو حوالي 43 ولا 47 سنة في الحدود دي، فيعني في فدخل هو في قصر فرعون في هذا السن، في 47 46 سنة تقريبا. ودخل ازاي يدخل؟ ما فيش حد يقدر يدخل لفرعون، فلازم يدخل ان فرعون هو اللي يطلبه. فكان يوسف اللي هو فرعون هو اللي دخله القصر، وموسى مرات فرعون هي اللي دخلته القصر لما لقيته في الصندوق الخشبي والكلام ده. احنا نرجع مرجوعنا لموضوع ايه، لموضوع سيدنا يوسف. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
رأيتهم لي ساجدين. هنا بداية القصة. بداية القصة ازاي؟ ده الحلم اللي شافه سيدنا يوسف وهو صغير عمر 6 7 سنين، فقال الكلام ده لأبوه اللي هو سيدنا يعقوب. معروف ان يعقوب نبي، ومعروف ان اسحاق اللي هو جده نبي، ومعروف ان جده اللي هو سيدنا ابراهيم او ابو جده اللي هو سيدنا ابراهيم رسول، ومعروف ان عم جده اللي عم ابوه اللي هو سيدنا اسماعيل رسول، فيعني كلهم من دار نبوة. فهو لما قال سيدنا يوسف لسيدنا اسحاق اللي هو لسيدنا يعقوب اللي هو ابوه اللي هو بنسميه اسرائيل، قال له يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يعني ما تحكيش الحكاية دي على إخواتك. ليه؟ فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني موضوع الغيرة، هيغيروا منك فهيحاولوا يعملوا لك مشكلة. فدي الفكرة اللي قالها له أبوه. لكن أبوه لما قال له الرؤية دي سيدنا يوسف، عرف إن يوسف هيبقى إيه؟ هيبقى رسول. ليه؟ لأن هو نبي سيدنا يعقوب. وسيدنا يعقوب لما لقى 11 كوكب فعرف إن دول إخوات يوسف، عشان كده قال له إيه؟ ما تقولش القصة لإخواتك. 11 كوكب والشمس والقمر اللي هو سيدنا يعقوب وأم يوسف. فازاي سيدنا يعقوب اللي هو بيكون نبي هيسجد ليوسف إلا لو كان يوسف أعلى مقام من مين؟ من سيدنا يعقوب. فيوسف طبعا هيكون رسول. طب واحد هيجي يقول لي طب ما هي كل سورة يوسف ما فيهاش إن سيدنا يوسف رسول. حاجة أقول لك، في سورة غافر، ففي سورة غافر اللي هي سورة غافر، نجيب سورة غافر بس نشوفها بس رقم كام. ففي سورة غافر في الآية تقريبا 24 على ما أتذكر، سورة غافر في الآية 24، 4 6 7، 24 هنلاقي إن إيه؟ مؤمن آل فرعون. بكلم فرعون عشان هم إيه؟ عاوزين يعملوا حاجة في مين؟ في سيدنا موسى، يقتلوه، يعملوا له اي حاجه معينه كده، اللي هي بدايه صفحه 470 سوره غافر الايه 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه، يبقى هو مؤمن بموسى لكن كتم ايمانه. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إلى آخر الآيات. لكن يعني هم من الآية 4 وكام؟ 4، أو أنا قلت 20، هي 34. الآية 34 بتقول إيه؟ ده على لسان مؤمن آل فرعون. ولقد جاءكم يوسف من قبل، ده هو بيقول لفرعون اللي هو مين المؤمن ده، وهو ده من آل فرعون، من آل فرعون. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، هلك يعني مات، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قلت مش هيجي رسول من بعد يوسف. فدي الآية تبين لك إن سيدنا يوسف كان إيه؟ كان رسول. فنرجع مرجعنا، إن سيدنا يعقوب نبي فعرف إن ابنه هيبقى رسول وهو الوحيد اللي هيبقى رسول، فطبعا عاوز يحافظ عليه ويديله ويراعيه. لان ولله المثل الاعلى، اي واحد لو عنده 3 4 عيال مثلا، وفي واحد منهم شاطر في المدرسه وبيطلع الاول والى اخره واخلاقه 100 100، فهتلاقيه اللي يطلبه بيديهوله واللي عايزه بيعملوله. لكن اللي بيطلعوا متاخرين ويسقطوا كده حتى بيستخسر ان يصرف عليهم. فده الطبع البشري كده. فهو طبعا لما لقى ان ده هيبقى رسول فعاوز يحافظ عليه ويراعيه اكتر من اخواته، وده اللي عمل الضغينة بينه وبين اخواته. مش عشانه اخر العنقود، لا،
لأن آخر العنقود بنيامين، آخر العنقود أخوه بنيامين اللي هو أخوه اللي أصغر منه، لأن كان سيدنا يعقوب متجوز أربعة، كان متجوز أربعة وواحدة. طبعا قصتها لما نتكلم في سيدنا يعقوب الموضوع زي هو اتجوز اتنين والاتنين كان لهم جواري، فاتجوز برضو الجواري بتاعتهم الاتنين، فأصبح عنده أربعة. فكل واحدة جابت له اللي هم الأولية جابت له خمسة ولا ستة، والتانية جابت له اتنين، وبعدين جابت له اتنين، وبتاع أم يوسف جابت له ايه، جابت له برضو اتنين اللي هي مرأة أم يوسف. فجابت له يوسف في الأول وبنيامين في الثاني. فالمفروض لو عاوز يدلع يدلع بنيامين اللي هو آخر إخوة يوسف اللي أصغر من يوسف، لكن كان بدلع في يوسف ليه؟ بناء على هذه الرؤية. نمرة دي نمرة واحد. احنا هنسيب القصة وهنكمل برضو في ايه، في موضوع اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اللي هي بداية القصة. طيب إخواته الـ11 هيسجدوا له ليه؟ السجود أيام سيدنا يوسف كان عبارة عن تحية، وأنت عشان تيجي تدخل تعمل تحية لحد وتسجد له لازم يبقى أكبر منك مقامًا أو سنًا أو ليك مصلحة عنده أو وزير أو قائم مقام أو مدير حاجة زي كده أو رئيس، فدي الفكرة. لكن دول إخواته، إخواته لو هو حتى غايب من السفر وجالهم هياخدوه بالحضن، طب لو هم مسافرين ورجعوا له برضه هياخدوه بالحضن، لكن انت يسجدوا له اللي هم الـ11 يسجدوا له لو ليهم مصلحة عند يوسف وما يكونوش بيعرفوا ان ده يوسف، وما يكونوش يعرفوا ان ده ايه، ده يوسف. فلما ما يعرفوش ان ده يوسف وعندهم مصلحة ومركزه في العلالي وجايين ياخدوا المصلحة من يوسف، فلازم يعملوا له تحية السجود زي كأنهم داخلين لكسرى ولا داخلين للملك بتاع أو فرعون مصر أو حاجة زي كده، فهم لازم يحصل كده. فعشان يحصل إنهم يسجدوا له، دي القصة هتشتغل إزاي يبعد عنهم وإزاي ما يعرفوهوش، ولما يدخلوا له أول مرة يسجدوا له. ده ايه، دي بداية القصة. طب اخوات يوسف وضعهم ايه؟ اخوات يوسف كلهم انبياء واسمهم الاسباط في القرآن، ولذلك في سورة في 136 في سورة البقرة، 140 برضو في سورة البقرة اللي هي، وفي عندنا في سورة آل عمران برضو في آية نفس العملية بتقول نفس الكلام، وفي عندنا في سورة النساء برضو نفس الايه، نفس بتتردد بتجيب برضو نفس اللي جه في الآيات دي، يعني بتكرر كلمة إخوات يوسف، بس بيكرروها بإيه، بيكرروها مش بكلمة إخوات يوسف، بيكرروها بكلمة الأسباط، بكلمة الأسباط. فنيجي في الآية 136، قولوا آمنا، اللي هي في سورة البقرة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط دول إخوة يوسف ومعهم يوسف اللي هم الـ12، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي يعني، وبعد الأسباط وما أوتي يعني في مرحلة تانية، وبعدين يظهر موسى وعيسى، مش هيظهر على طول موسى مش ورا الأسباط، لا، لأن الفرق بين يوسف وموسى 2000 سنة، الفرق بين يوسف وموسى تقريبا 2000 سنة، فدي فرق كبير بينهم. فنيجي نشوف عدد دول الأسباط ذكر في وسط الأنبياء. ليه ذكر في وسط الأنبياء لإخوات يوسف؟ هنلاقيها في الآية إيه؟ في الآية رقم 6، هنا لما قال، لما يعقوب قال لابنه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين، اللي هي الآية 5. هنيجي الآية 6، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. يجتبي مين؟ يجتبي يوسف. يختار مين؟ يختار يوسف، ويعلمه من تأويل الأحاديث، يعني لما شاف الحلم الأولاني ما كانش عارف تفسيره، لكن بعد كده هيبدأ يفسر الأحلام من تأويل الأحاديث.
ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك هيخليك رسول، وعلى آل يعقوب. طب ما يعقوب نبي، يبقى مين الجديد في آل يعقوب؟ أبناء يعقوب اللي هم 11، اللي هم ال11 بدون يوسف. وعلى آل يعقوب كما أتمها، كما أتمها زي ما ربنا أتمها على مين؟ على أبويك. أبويك أبو مين؟ أبو يعقوب من قبل إبراهيم وإسحاق. كما أتمها على أبويك اللي هو يعقوب، اللي هو مين أبويه؟ الآية بتقول على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إيه النعمة اللي إداها ربنا لإبراهيم وإسحاق؟ إنهم جعلهم أنبياء، وبالتالي آل يعقوب أنبياء، فيبقى يعقوب نبي من الآية دي، ويبقى أولاده الـ12 كلهم أنبياء. لكن هنا هنقول الـ11 ليه؟ لأن مقدمة الآية بتبين إن في نعمة لوحدها كانت ليوسف، واللي هي ذكرت في الآية 4: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعني هيبقى رسول لأن أبوه نبي وهيسجد له، يبقى هو أعلم النبوة، وأعلم النبوة الرسالة اللي هو إن يكون رسول. فالآية 6 بتقول: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما، يعني آل يعقوب كلهم إيه؟ ربنا هيتم عليهم النعمة، نعمة الأنبياء، كما أتمها على أبويك، على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يبقى إخوات يوسف اللي هيعملوه في يوسف، ورغم ذلك في الآخر هيكونوا أنبياء، في الآخر إيه؟ هيكونوا أنبياء. يبقى القصة هي بدايتها حلم يوسف اللي شافه، أو الرؤية اللي شافها إن إخواته هيسجدوا له، وعشان يسجدوا له لازم يبقى غريب عنهم، لازم هم بعد سنوات لما يشوفوه ما يعرفوهوش، لازم، ولذلك لازم يكون لهم مصلحة عنده. يبقى قصة يوسف كلها هتشتغل على الـ3 نقط دول، على الـ3 نقط دول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آيات للسائلين يعني في عظات وحاجات نقدر نستخلصها من قصة يوسف وإخوته. ده طبعا بعد ما نخمل القصة في الآخر هنقول عليها، اللي هي الآيات اللي كده اللي هي الموجودة في القصة. فهم أول حاجة طبعا، هو طبعا احنا قلنا له هيدلل يوسف عشان هيبقى رسول، هيحافظ عليه، ورغم ان بنيامين الصغير لكن هو واخد اللي فقال اكبر منه، وفوق يوسف 10، ويوسف ترتيبه الـ11، وبنيامين الـ12 اللي هو اصغر واحد. اذ قالوا ليوسف، ده اخواته عادي، لاحظوا ان ابوهم بيدلل اخوهم الصغير ده. اذ قالوا ليوسف واخوه، يعني يوسف وبنيامين، طبعا بنيامين لانه اخر العنقود، ده طبيعي لانه اصغر واحد في الـ12 كلهم، احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. يعني ابوهم بحب الاتنين دول عنهم، فيعني ابوهم كده هم يعني بدأ الغيره تدخل في ايه؟ في قلوبهم، اللي هم ايه؟ اخوات سيدنا يوسف. إلى هنا وأكتفي بهذا القدر، في شريط آخر إن شاء الله نكمل فيه القصة. إحنا عموما العنوان اللي إحنا عاوزين نوصل له اللي هو تفسير معنى كلمة وراودت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنعرف إيه هو البرهان، ده اللي أنا عاوز أوصل له. فأنت عشان تعرف البرهان لازم نعرف القصة، لازمنا احنا مش هنحكي القصة كلها، لكن احنا ايه لغاية ما نوصل للبرهان. لكن لما نيجي نتكلم على يوسف كقصة ككل هنبقى نحكي قصته كاملة، هنحكي قصته كاملة. وإلى لقاء آخر في الفيديو الآخر إن شاء الله نكمل كلامنا. وإلى هنا واكتفي بهذا القدر، تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.